خطوة غير مسبوقة أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الأخيرة في مجال الموارد المائية والري، وجاء هذا الاهتمام بوضع القطاع على رأس أولويات الدولة وبرعاية القيادة السياسية التي آمنت بخصوصية قطاع الري وتوفير مياه الشرب للشعب المصري. يعد قطاع الموارد المائية والري من أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بالمواطن، حيث من المنوط بهذا القطاع توفير مياه الشرب ومياه الري والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة وكذلك الملاحة النهرية وغيرها. وكأحد القطاعات المهمة فكان يجب أن يصل إليه التطوير. الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى قطاع الموارد المائية والري اهتماماً كبيراً في إطار خطة الدولة للإصلاح، حيث تحققت في هذا المجال العديد من الإنجازات ومنها حماية نهر النيل. ففي الخامس من يناير من عام 2015 وقع الرئيس السيسي وثيقة النيل إذاناً ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون. في آخر تقرير لها حول موقف إزالة التعديات على نهر النيل، أكدت وزارة الري أنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد على 57 ألف حالة تعد بمساحة تبلغ نحو 8,300,000 متر مربع. لم تضع وزارة الري على عاتقها في هذا الملف إزالة التعديات فقط، ولكن نظرت كذلك بعين الاعتبار لتطوير الواجهات المطلة على النيل على امتداده داخل جميع المحافظات، معلنة تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين هو مشروع ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل ونشر البهجة في نفوس المصريين، تعتمد في تنفيذه على نشر ثقافة الجمال. ومن المشروعات المهمة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي قناطر أسيوط الجديدة، التي تعد أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي. ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة 1,650,000 فدان، فضلاً عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات من خلال 4 توربينات. ومن بين الإنجازات التي تمت في مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم أسبوع القاهرة للمياه في أعوام 2018 و2019 و2020 و2021، والذي يعد انتصاراً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة، وهو أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء المعنيين بمجال المياه على غرار كثير من دول العالم. ومن ضمن مشروعات الدولة العملاقة في مجال الحفاظ على المياه وحسن استغلالها يأتي المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5,109 كيلومترات بمختلف المحافظات، ويجري تأهيل 4,182 كيلومتراً أخرى، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال تبلغ 2,771 كيلومتراً، تمهيداً لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 12,062 كيلومتراً، كما تم الانتهاء من تأهيل مساق بأطوال تبلغ 73 كيلومتراً. ولتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، أعدت الدولة خطة طموحة لتحلية مياه البحر
ومد المحافظات الشاطئية بها بدلاً من مياه النيل تنتهي في عام 2037 بتكلفة تصل لأكثر من 100 مليار دولار. أيضاً يجري تنفيذ 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحي، وذلك في المحافظات والمدن الجديدة بخلاف 59 محطة معالجة تم الانتهاء من تنفيذها، أهمها محطة بحر البقر وأبو رواش. رؤية شاملة تنتهجها الدولة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.